شيخ أحسن الله إليك، إمام في صلاة العشاء قرأ قوله تعالى سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فسجد يا شيخ سجود تلاوة، ظن منه أنه أنها محل سجدة. أي نعم يا شيخ، فما حكم هذا؟ الصلاة صحيحة لأنه جاهل، فليعلم ويقال الحمد لله المصحف الآن فيه بيان مواضع السجود احفظها. المشكلة أنه من طلبة العلم يا شيخ، يعني في جامعة من الجامعات وقع الله وطلبة العلم، كل إنسان عن كل شيء، ما أكثر ما يفوت الإنسان من العلم، لكن بلغه كل إن هذه ليس محل سجود. نعم، وإنما السجود توقيفي، وإلا لقلنا إذا قرأت قول الله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لقلنا يسجد مثل كلا لا تطعه واسجد واقترب، لكنه لا يسجد في وكن من الساجدين. فالمهم انك تقوله محل السجود والحمد لله مبين على هوامش المصاحف، فارجع اليه وقيده في ورقه حتى لا تنسى. نعم، هل ارفع صوتك؟ هل يسجد سجود سهو؟ لا، الان راح، راح من زمان. اقول راح، ما ممكن يسجد الان. متى مصلي وساجد بغير محل السجود؟ متى؟ لا اذا تكرر يسجد السهو عن زياده.